السلام عليكم. إن شاء الله الفيديو ده هنوضح فيه طريقة حسبة النسب بتاعة نوع الريزن اللي هو ب2.5 لواحد، لأن ده أكتر سؤال بيجيلي. إزاي أحسب النسب سواء A أو B لنوع ريزن 2.5 لواحد، زي الأنواع، يعني أنواع الريزن اللي هي 2.5 لواحد زي الفاست الكوري والإيجي كاست، الكولر ريزن، كل دي انواع النسب بتاعتها 2.5 لواحد او 140. لكن انا كواحد بشتغل ريزن مثلا، مش كل مره هعمل النسب دي ثابته، ولا كل مره هعمل ده ثابته، مش كل مره هجيب 100 جرام احط عليهم 40. انا ممكن عايز اعمل اي ارقام تانية عندي، مثلا قالي احنا كده هنوضح الموضوع بالورقه والقلم، ومعانا قالب والميزان، وهتبقى ميه بديل الريزن يعني. كل الناس اللي بتاخد مني ريزن عموما هو حافظ مجرد ارقام، ان مثلا ال 10، او مش كل الناس يعني، اغلب الناس 10 مثلا هيبقى عليها 4، ال 20 عليها 8، 30 12. لكن انا مش عايز مجرد ان انا احفظ ارقام وخلاص. لكن خلينا الاول بس نوضح ان اي الريزن عموما 2.5 لواحد عباره عن A و B. الايه ده الريزن، بي ده مصلب، تمام. لو انا ضفتهم على بعض المفروض يدينوا رقم، ايا كان الرقم اللي انا عامله هنا او ايا كان الرقم اللي انا عامله هنا. انا مثلا خدت ادي الميزان اهو، ومعلش الارقام مش هتبقى واضحه في الميزان لكن واضحه قدامي. ادي الميزان، حطيت عليه الكوبايه وصفرت الميزان وضفت عليه مثلا، انا هفضل افضي دي ميه مش ريزن، انا طلع قدامي بالظبط كده 77 جرام بالظبط على الميزان. دلوقتي انا عندي فضيت من انا اعتبر ان انا فضيته ده ايه ده 77 جرام. مش اسف 77 مش 77 مش عارف احط عليهم قد ايه من البي، تمام. فانا هقسم 77 دي، هقسمها على 2.5. الناتج اللي هيطلع ده ايا كان ايه هو، انا هقسمها دلوقتي اهو 77 على 2.5. الناتج اللي طلع معايا ده اللي هو 38 و8 من 10، خلينا نقول 39، هضيفه على ال 77، لان الناتج اللي هيطلع ايا كان ايه هو فده هيبقى مصلب. لا انا خلاص كده عندي كميه الريزن دي معلومه، انا ضفت في الكوبايه من الريزن او من الازازه الايه من الازازه الايه 77، مش عارف احط عليهم قد ايه من البي، بقسم على 2.5. ده موضوع سهل. لو انا ضفت ال 77 زائد 39 هيديني 116. 116 دول عبارة عن A و B مع بعض، مجموعهم الاثنين مع بعض. لكن لو انا مثلا عندي قالب مثلا وليكن زي ده، احنا ده 10 في 10 في 8 مللي، عشان احسب برضو موضوع القوالب او القالب ده هياخد قد ايه، في ابلكيشن سهل جدا بوكسي كالكوليتور، موجود على اب ستور وموجود على جوجل بلاي. ده انا بفتح الابلكيشن بالظبط في المربع والدايرة والمثلث، فانا بختار ده مربع عندي، ده 10 في 10 انا فوق اهو، انا بحدد هنا مثلا تبقى ارقام مختلفة، بفضل ادوس على البلاس دي لغاية ما يوصل 10 سنتي. ونفس الموضوع تحت، بحدد المساحة اللي عندي، انا بقيسه بالمسطرة الاول وبكتبه على الابليكيشن. كده 10 سنتي، ارتفاعه 8 مللي. هو قال لي هنا تحت اهو ان هياخد 84 جرام، وقال لي ايه 56 وبي 28. بس النوع ده او الابلكيشن ده بيحسب بانواع الريزن اللي هي 3 لواحد، زي 3 لواحد ده زي الكيمو بوكس 150 3 دي، الكيمو بوكس كاست، الكاست ديكوريشن الكوري، كل الانواع اللي هي نسب 3 لواحد. انا هاخد منه التوتال بس، انا مثلا عندي قالب هياخد 84 جرام، بس ال 84 جرام دول عباره عن A وبي، مش عارف احط قد ايه A ولا احط قد ايه B. هقسم ال 84 دي هقسمها على 3.5، يعني 4 انا هكتب كده على الحاسب عادي، 84 على 3.5. الناتج اللي هيطلع ايا كان ايه هو ده هيبقى مصلب، 84 على 3.5 طلع 24. لو انا جمعت بعد ما بيطلع، معلش اسف، بعد ما يطلع ال 24 دي مصلب، خلاص انا عندي كميه 84 جرام طلع منها 24 مصلب.
24 مصلب دي هطرحها من 84 هتبقى 60. لو جمعت ال 60 وال 24 هتدون 84 بتاعتي. عشان اتاكد ان انا بحسب صح هقسم ال 60 على 2.5. ليه قسمت على 2.5؟ ان احنا قلنا هنا لو عندنا كميه الريزن معلومه او كميه الايه معلومه هقسم على 2.5. لكن لو انا عندي توتال رقم عايز اطلع منه ريزن قد ايه ومصلب قد ايه بقسمه على 3.5. فانا دلوقتي ال 60 خلاص عرفتها ان هي الايه، رجعت قسمتها بقت معلومه، قسمتها زي ما قلنا على 2.5، قسمتها على 2.5 طلع 24. مجموع الاثنين مع بعض اداني 60 و24 اداني 84 اللي انا عايزها اهي. ده بالنسبة لنوع الريزن 3:1. خلينا برضو على الميزان برضو تجربة أخيرة اهي. أنا هفضل هملى الكوباية دي مية. تمام، اداني 127 اللي كانوا في الكوبايه دول، 127 دي هقسمها على 2.5. الناتج اللي هيطلع ده هعتبره الميه دي ان هي الايه، مش توتال مع بعض يعني الريزن بس. 127 على 2.5 طلع 58.8. خلينا نقول 51. 127 زائد 51 اداني 178 التوتال بتاعي اللي انا هضيفه، يعني بقى عندي 127 ده A، 51 ده B. لكن لو عندي قالب هياخد 127 جرام، 127 دول A و B، هقسم ال 127 على 3.5 طلع 36.2. انا خلينا هنا كده في حته 127 على 3.5 36.2. خلينا نقول 36.5. الملي او الواحد ملي او الخمسة ملي في المصلب مش هيفرقوا. هطرح ال 36 دي اللي هي ال 36 دي مصلب، هطرحها من ال 127 وال 36.5 هيساوي 90. هيساوي 90. لو انا جمعت ال 36.5 زائد 90.5 دي 9.5، 90.5 هيديني 127 بتاعت اللي احنا كنا عايزينها هنا. 127 ادي ال 127. لو انا قسمت ال 90.5 على 2.5 هيديني 36.5. اسف 36.5، احنا ادانا 36.2 بتاعتنا الاولانيه اللي احنا قربناها، 36.5. ده بالنسبه لنوع ريزن 2.5 الواحد، لان ده اكتر سؤال بيتسالني، ازاي احسب نوع نسب 2.5 الواحد؟ مش عايز كل واحد احفظه ارقام، لا، ده الطريقه اللي هتحسب بيها سواء انت عندك كميه الريزن معلومه او عندك قالب هياخد كذا. بس بتقسم على 2.5 في حاله ان لو ريزن معلوم، وعلى 3.5 لو عايز تاخد ريزن ومصلب الاثنين مع بعض.